هل الفورة اللي عم بتقوم فيها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بالساحل الجزيني بقضاء جزين عم تنعمل بباقي الأقضية أم إنه الاستنسابية كمان ضمن القضاء الواحد بين مسلم ومسيحي؟ هل المسؤولين عن المياه ببلدة جزين أعادوا تحاليل مياه عذيبة أم إنه صحة المواطن بقشيش قدام مشاريع الفريش دولار؟ مين بيعود على المواطن غراماته اللي عم بيدفعها بوقت في اضراب لموظفي القطاع العام بالدوائر الحكومية وتعطل السيرفر وانقطاع التيار الكهربائي؟ شو الغاية من تعطيل وزارة المالية والدفع عبر وش واو ام تي؟ بيعرفوا ستي شو طابخة بس ما قدروا يكتشفوا مين سرق أرشيف الوكالة الوطنية ولا مين عم يلعب بالدولار؟ بالآخر كل اللي طرحناهن هن سؤال يسأل.